السلام عليكم. النهاردة معايا فيديو مميز جدا، طريقة تربية الفراخ الحمراء في المزارع. الطريقة دي بيجيبوا الفراخ وبيحطوها في مكان واسع جدا وبيعلقوا العلافات زي ما انتوا شايفين كده، والمية طبعا في حضانات، وبيفرشوا تحتهم معفش تبني الحاجات اللي هي من السقعة. طبعا المزارع دي بتكلف كتير قوي في تربية الطيور. دلوقتي بيجيبوا كميات كبيرة جدا من الفراخ، طبعا هم بيختاروها بعناية فرزة اولى الفراخ دي عشان انتاج البيض. بيسيبوا معاها كتاكيت، طبعا بيسيبوا ديوك كتاكيت صغيرة، ديوك بيعرفوا برضو يفصلوهم عن بعض. بعد كده الديوك دي بتكبر وتبدأ تلقح البيضة او تكبس البيضة. بيبدأوا بقى ايه المعامل التانية، بيحطوا فيها البيض، بيفقس بعد 20 يوم، بيوسعوا شغلهم في المزارع. بعد كده بيعملوا انتاج البيض، بيسيبوا كميات بيض تطلع بره للأكل وكميات بيض بتتلقح اللي هي بيكون فيها تكبيس، ويحطوها تاني في المعامل يربوها عندهم. الأماكن دي بيحطوا فيها الفراخ، وإلهم أماكن مخصصة للأكل وأماكن للشرب، وكل فرخة عارفة مكانها. فراخ المزارع دي بتاكل علف في الأول، بيأكلهم علف، بعد كده بيخلطوا لهم دشيشة بادي. طبعا في دكاترة متخصصة بتيجي تكشف على الفراخ في أي أمراض في أي حاجة، الدكاترة دي بتحقن الفراخ دي عشان تبيض بسرعة، وبيحطوا لهم فيتامينات وبيحطوا لهم صدفية وكالسيوم والحاجات دي عشان تخلي الفرخة ما تاكلش البيض، وفي نفس الوقت ما تنقرش في الفرخة اللي جنبها، يجي لها زي صرع كده او افتراس. طبعا بيقطعوا منقارهم زي ما انتوا شايفين في الفيديو عشان الفراخ برضو ما تعورش بعضها، عشان كميات كبيرة جدا. والفراخ دي الحمرة دي البيض بتاعها بيكون البيض بتاع المزارع الاحمر اللي موجود في الدكاكين اللي احنا بناكله كله. طبعا البيض غلي اكيد، والعلف عشان العلف غلي، والفراخ برضو دي سعرها عالي جدا. يعني اصحاب المزارع بيستهلكوا كميات كبيرة من الاعلاف عشان الفرخة توصل لنا البيضة، عشان كده كل حاجة عليت وسعرها غلي. في الاخر برضو مفيش احسن من تربية البيت، حاجة انت ضمنوها عارفاها مربيها عندك. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس.